شركة مصرف لبنان رياض سلامة أنه على الصعيد الاقتصادي من الواضح أنه النمو العالمي رح يفوق نسبة 3%، أما على الصعيد المالي فقد شهدنا تغيرات كبيرة من بداية السنة. وأضاف سلامة خلال مؤتمر يورو ماني اللي عقد بفندق فينيسيا أنه الحاجة للاستدانة بالولايات المتحدة عم ترتفع، وقد رأينا عملات عم تنخفض بالأسواق، كما أنه بعض الدول طلبت المساعدة من صندوق النقد. وأشار إلى أنه بلبنان عند استقالة الرئيس الحريري ما شفنا حاجة لتغيير أسعار الفائدة، مؤكد أنه الليرة اللبنانية بحالة استقرار وما في ضغط عليها أبدا. أوضح مدير الأبحاث والإعلام لدى هيئة الأسواق المالية طارق زبيان أنه خصخصة بورصة بيروت أصبحت مسألة وقت بعد صدور المرسوم رقم 1404، وقال عندما صدر القانون رقم 161 أعطى مهلة عام لخصخصة بورصة بيروت بمرسوم خاص من مجلس الوزراء، وهذا المرسوم صدر مؤخرا أي من حوالي السنة تقريبا، وتم تأسيس مجلس انتقالي بتتمثل فيه هيئة الأسواق المالية بكافة أعضاء مجلس إدارتها. وأضاف زبيان بحديث خاص للاقتصاد خلال المؤتمر أنه إحدى مهام المجلس الانتقالي هو تحضير الأرضية قبل الترخيص لمشغل من القطاع الخاص، وحالياً بعد اكتمال عضوية المجلس الانتقالي تصبح خصخصة بورصة بيروت من الإنجازات المتوقعة بالمدى القريب. أكد رئيس الجمهورية ميشيل عون بكلمة لقاله خلال افتتاح المؤتمر الوزاري لمنظمة الإسكوا أنه لبنان يدرك أهمية التكنولوجيا ودورها بالبناء الاقتصادي، لذلك فهو بيعول عليها كتير بالبرامج اللي عم ننوي صياغتها وتنفيذها بالمرحلة الزمنية المقبلة بإطار التخطيط الاقتصادي والاجتماعي اللي منعتبره ممر إلزامي للخروج من ظروفنا الاقتصادية الراهنة. وقال عون لبنان عازم على مواجهة الواقع وصعابه، وقررنا اللجوء إلى التخطيط الفعال، فوضعنا خارطة الطريق بتلحظ تجنيد طاقاتنا الوطنية والاستعانة بالخبرات الدولية المشهود لها، ومنتوقع أنه تبدأ نتائج هذا العمل بالظهور فور تشكيل الحكومة الجديدة وإنجاز بيان الوزارة. وكشف أنه الغاية الرئيسية هي تحويل الاقتصاد اللبناني من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج، وهون بتبرز حاجة ماسة إلى رفع مستوى المعيشة وزيادة نسبة العمالة واستنفار الطاقات الكامنة وغير المستعملة بالاقتصاد الوطني لخلق الوظائف وتحفيز النمو. انخفض هذا الأسبوع سعر صفيحة كل من البنزين 95 و 98 أوكتان والديزل أويل 400 ليرة لبنانية وسعر صفيحة المازوت الأحمر 300 ليرة لبنانية، في حين استقر سعر قارورة الغاز. ذكر موقع متخصص بأخبار دبي أنه أشهر الحانات بسوق مدينة جميرة بدبي The Agency عم يغلق أبوابه نهاية الشهر الجاري. وأضاف موقع تايم أوت دبي أنه حانة شهيرة أخرى وهي ليفت بانك رح تغلق أبوابها أمام مرتديها ب 30 من حزيران الجاري. ولفت الموقع إلى أنه حانة ليفت بانك خفضت من أسعارها، وهي نفس السياسة اللي أتبعتها الحانة اللي سبقتها لإعلان إغلاقها. هبت ثلاث دول خليجية لدعم العملة البحرينية حفاظاً على الثقة العامة باستقرار المنطقة وتعافي الدينار من أدنى مستوياته ب 17 سنة، وعم بتعاني البحرين من دين كبير ومخاوف من تخلف عن سداد ديون بالخريف المقبل. وقدمت ثلاث دول خليجية دعم اقتصادياً وسياسياً للبحرين للحقول دون انهيار عملتها بخطوة اعتبرها المراقبين متوقعة، إذ أنه انهيارها قد يقود الثقة بالاستقرار المالي بالمنطقة. أبقت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني على تصنيفها AA بلاس للدين السيادي الأمريكي، معتبرة أن متانة الاقتصاد الأول بالعالم ما زال يعوض عن تزايد العجز والدين. وأشارت الوكالة بتقريرها إلى أنه إبقاء على تصنيف AA بلاس مع توقعات مستقرة مرد إلى قوة الاقتصاد الأمريكي والبنية السياسية للبلد، إضافة إلى المخاطر الضعيفة على التجارة بالأمد القريب على الرغم من تزايد التوترات على هذا الصعيد. وحذرت من أن الدين العام الحكومي المرتفع والعجز المتزايد وعملية وضع السياسات القريبة الأجل نسبياً والغموض بشأن صياغة السياسات البعيدة المدى، كل هيدا الشيء بيلقي بظله على التصنيف. حذر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لوميير من أن الاتحاد الأوروبي رح يرد إذا ما قررت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على أي من صادراته إلى أراضيها. وقال لوميير لمراسلي الصحافة الأجنبية في باريس أنه عندما قررت الولايات المتحدة استهدافنا بزيادة في التعريفات الجمركية ردت أوروبا بصوت واحد. وأضاف إذا استهدفنا الولايات المتحدة مجددا بزيادة في الرسوم الجمركية قدر 20% على السيارات فرح نرد مجددا، ما بدنا نصعد ولكن نحن من تعرض لهجوم.
للمزيد من الأخبار والتقارير الاقتصادية تابعونا عبر موقع الاقتصاد.com، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب لصفحتنا على يوتيوب.